نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. أرمينيا تستدعي سفيرها لدى تل أبيب على خلفية بيع أسلحة لأذربيجان، وماكرون يدعو الناتو إلى مواجهة تصرفات أنقرة في ناغورنو كاراباخ. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في سيباستيا، وحركة فتح تصادق بالإجماع على التوافقات التي تمت مع حماس. بعد الإعلان عن اتفاق الإطار لمفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ترحيب أممي، وشنكر يقول إنها ستركز فقط على الحدود البحرية. أن يد المقاومة تصل إلى أي نقطة يمكن أن يتواجد فيها الأمريكان على الأرض العراقية، سواء كانت في كردستان، في غرب العراق، في وسطه. المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق للميادين، قدرات المقاومة تضاعفت، وما جرى للقوات الأمريكية في الفترة السابقة هو رسالة أولية. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أذربيجانية فوق مدينة أبوفيان. المتحدثة باسم الوزارة أكدت استمرار المواجهات في منطقة كاراباخ لليوم السابع، وأشارت إلى أن وحدات الدفاع التابعة لكاراباخ أحبطت محاولة تقدم القوات الأذربيجانية. من جهتها أعلنت أذربيجان تدمير 200 دبابة وعربة مصفحة أرمينية خلال المعارك. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم عن بيع أسلحة لأذربيجان. المتحدثة باسم الوزارة قالت إن أسلوب العمل الإسرائيلي غير مقبول. إلى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة تصرفات أنقرة في إقليم ناغورنو كاراباخ. وخلال القمة الأوروبية في بروكسل، أكد ماكرون أن 300 مقاتل غادروا سوريا للتوجه إلى تلك المنطقة عبر الأراضي التركية، وقال أن تركيا تجاوزت الخط الأحمر في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان. روسيا من جهتها نددت بشدة بنقل مرتزقة أجانب إلى أذربيجان من سوريا وليبيا، وكان الرئيس الأرميني قد حذر من إمكانية تحول القوقاز إلى ما وصفه بسوريا أخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه. المسلحون الأجانب في ناغورنو كاراباخ مرتزقة ينتقلون من بؤرة صراع إلى أخرى، فيزيدونها اشتعالا خدمة لأجندات خارجية. جماعات مسلحة غير شرعية ولا سيما من سوريا وليبيا وصلت إلى ناغورنو كاراباخ من أجل المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا، وفق ما تؤكد وزارة الخارجية الروسية. هذه العمليات بحسب موسكو لا تؤدي فقط إلى تصعيد أكبر للتوتر في منطقة الصراع فحسب، بل تخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد لأمن جميع دول المنطقة. فإلى جانب من يقاتل هؤلاء المسلحون؟ بالنسبة إلى أرمينيا، يؤكد رئيس وزرائها نيكول باشينيان أن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان للمشاركة في القتال يحاولون تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على السكان المحليين. في المقابل، تتهم أذربيجان أرمينيا باستقدام مسلحين للقتال إلى جانبها من سوريا والشرق الأوسط، اتهامات تؤجج المعارك في ظل عدم وجود صيغة مقبولة من الطرفين لوقف إطلاق النار. لدينا شرط واحد فقط، يجب على القوات المسلحة الأرمينية أن تغادر أراضينا على الفور وبشكل قاطع بكامل قوتها. إذا امتثلت الحكومة الأرمينية لهذا الشرط، فسيتوقف القتال وسيتحقق السلام في المنطقة. في مقابل هذا التعنت، عرضت روسيا وسطتها في الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد خلال محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سواء على المستوى الفردي أو بالاشتراك مع الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. فهل تنجح الوساطة الروسية بوقف نزيف الدم في ظل كل التجاذب الدولي الحاصل حول النزاع؟
هذا وأعلنت روسيا أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود شاويش أغلو أكد في اتصال هاتفي الاستعداد لإقامة تنسيق وثيق من أجل إعادة الاستقرار إلى ناغورنو كاراباخ. وزارة الخارجية الروسية أكدت أن الطرفين أبديا الاستعداد لتنسيق الوثيق بين تحركات روسيا وتركيا من أجل تحقيق استقرار الوضع بهدف إعادة النزاع إلى مسار محادثات السلام. أفاد مراسلنا بإصابة مواطن فلسطيني برصاصة في رأسه خلال تصدي أهالي بلدة سيباستيا شمالي نابلس لقوات الاحتلال. وأضاف أن شبانا فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الأهالي. صادقت اللجنة المركزية لحركة فتح بالإجماع على التوافقات التي تمت مع حماس، وأكدت أن مسار الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، كما شددت على أهمية الشراكة النضالية في مواجهة صفقة القرن والضم والتطبيع من خلال المقاومة الشعبية. مراسلنا أفاد بأن حركة فتح فوضت إلى جبريل الرجوب وروح فتوح وعزام الأحمد مواصلة العمل لإنضاج العملية الانتخابية وصولا إلى إصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن. شارك نحو 1000 مستوطن إسرائيلي في تظاهرات خرجت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة وأماكن أخرى. وشهدت التظاهرات مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بعد أن أقرت حكومة الاحتلال قانونا يفرض قيودا على الاحتجاجات خلال فترة الإغلاق التام. أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري توصل لاتفاق حول إطار التفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود بوساطة أمريكية وتحت رعاية الأمم المتحدة. وأكد أن الاتفاق هو اتفاق إطار وليس نهائيا، وسيقود الجيش المحادثات عن الجانب اللبناني. والمبادرة التي تمسكت بها ويتمسك بها لبنان لوضع إطار للمفاوضات هي أولاً تفاهم نيسان 1996، ثانياً قرار مجلس الأمن 1701، ثالثاً أن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في النقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة، أيضاً تلازم المسارين براً وبحراً بحيث لا ينفذ أي محضر براً أو بحراً إلا بتوقيع الأطراف وخاصة الطرف اللبناني. وأكد بري أن لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته لا يمكن لأي طرف تهديده. وبشأن تأثير العقوبات الأمريكية في ملف ترسيم الحدود، قال بري أن الاتفاق حدث في شهر تموز يوليو، وحينها لم يكن هناك عقوبات. لبنان كتير استضعفوه بالزمان موسى ديان لما في ب 67 قال أما لبنان فهو على عين السوداء. لبنان اليوم بشعبه وبجيشه وبمقاومته ما حدا بيقدر يهدده على الإطلاق. حقنا بدنا ناخذه أكثر من حقنا قبلناش، بدنا حقوقنا مش أكثر من ذلك، وأنا مش أحرص من غيري على هذا الأمر. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن المحادثات بين تل أبيب ولبنان بشأن الحدود تنطلق في 14 من تشرين الأول أكتوبر في منطقة الناقورة الحدودية، وسيحضرها شخصيا. وأوضح شنكر أن المحادثات ستركز فقط على رسم الحدود البحرية واللا علاقة لها بالتطبيع. كما أكد أن التفاوض بشأن الحدود لا يعني تجميد العقوبات الأمريكية على حزب الله أو رفعها.
الولايات المتحدة رحبت بما وصفته بالاتفاق التاريخي لبدء محادثات بشأن الخلافات الحدودية، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هذا الاتفاق ثمرته جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو 3 سنوات، وأشار إلى أنه جرى التوصل إليه برعاية أمريكية. أعلنت البحرين أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين زار المنامة أول من أمس الأربعاء. وكالة الأنباء البحرينية ذكرت أن مباحثات كوهين شملت ما وصفته بالقضايا ذات الاهتمام المشترك ودور الاتفاق الأخير بين المنامة وتل أبيب في فتح آفاق التعاون بين الجانبين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال إنهما سيبدأان حجرا صحيا. وكان ترامب قد أكد في تصريح إلى فوكس نيوز أن مساعدته هوب هيكس أصيبت بالفيروس، وأشار إلى أنه وزوجته يقضيان الكثير من الوقت معها. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد كريم. محمد، بعد هذا الإعلان لدونالد ترامب عن إصابته أو عن إصابته عفوا زوجته بفيروس كورونا، ماذا بعد وماذا عن الحملة الانتخابية أيضا أو تداعيات ذلك على حملته الانتخابية؟ نعم، بادئ الأمر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عبر تغريدة على موقعه الشخصي عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعدما أظهرت الفحوصات التي أجريت لهما نتيجة إيجابية لإصابتهما بهذا المرض، وبالتالي هم دخلا على الفور حجرا صحيا في مقر إقامتهم في البيت الأبيض. إذن الآن الرئيس ترامب يخضع للحجر الصحي مع زوجته بعد عندما تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا في البيت الأبيض. هذا الحجر الصحي الذي بحسب المختصين هنا في الولايات المتحدة قد يستمر على الأقل 14 يوما، ولكن اسمحي لي، قبل لحظات من الآن أصدر الطبيب الخاص للرئيس ترامب بيانا أوضح فيه بأن الرئيس هو يتمتع بصحة جيدة في هذا الوقت على أقل تقدير هو وزوجته، ويخططون للبقاء داخل مقر إقامتهم في البيت الأبيض أثناء فترة الاستشفاء، وبالتالي سيواصل ممارسة مهامه كرئيس. وهذا الكلام بطبيعة الحال للبيان الذي صدر قبل قليل من الطبيب الخاص للرئيس ترامب أنه سيستمر في مهامه تحت إشراف طاقم وفريق طبي عالي المستوى الذين سيواصلون مراقبة الرئيس ترامب وزوجته عن كثب دون انقطاع، وسيتم يعني إصدار بيانات لربما لاحقة لتخبر عن حالته الصحية وإن حدثت أي تطورات بهذا الخصوص. وبالتالي الرئيس ترامب الآن هو داخل الحجر الصحي في بعدما أصيبت يعني المستشارة الخاصة له ومستشارته لحملته الانتخابية هوب هيكس، وهي تعتبر من الأشخاص المقربين جدا للرئيس ترامب، بل تعتبر هو يعتبرها فردا من أفراد عائلته بعدما تأكدت إصابتها، وهي كانت معه على متن الطائرة الرئاسية عندما غادر الرئيس ترامب إلى ولاية أوهايو، إلى تحديدا إلى مدينة كليفلاند الثلاثاء الماضي عندما جرت المناظرة الرئاسية الأولى مع منافسه الديمقراطي بايدن. بالمناسبة من كان معه أيضا على متن الطائرة الرئاسية بالإضافة إلى الرئيس ترامب وزوجته وهوب هيكس، كانت هنالك أفراد عائلة ترامب أولاده، وكذلك أيضا جارد كوشنر صهر الرئيس ترامب كان أيضا هو برفقة ترامب في الطائرة الرئاسية، وبالتالي هنالك عدد غير قليل من عائلة ترامب من كانوا معه. وبالتالي هنا التساؤلات تجري في الولايات المتحدة حول هل الإصابة اقتصرت فقط على الرئيس وزوجته، وماذا عن أفراد أسرته أيضا. بالإضافة إلى ذلك يوم الأربعاء أيضا كانت هوب هيكس مع الرئيس ترامب على أيضا متن الطائرة الرئاسية عندما ذهب إلى ولاية مينيسوتا حيث كان هنالك لديه مهرجانا انتخابيا، ولكن في طريق العودة ظهرت بعض الأعراض على هيكس والتي أدى بالفريق الطبي إلى قيام بفحصها باختبار كورونا، وظهرت عليها النتيجة أنها كانت هي مصابة بالفعل بالفيروس وتم عزلها داخل الطائرة الرئاسية.
إذا البيت الأبيض كانت لديه معلومات على ما يبدو مسبقة من خلال هذه الدلائل التي أشرنا إليها عبر التسريبات الصحفية التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤولين من داخل الأبيض مسبقا بإصابة هوب هيكس. اليوم أمس في كان الرئيس ترامب قد غادر إلى ولاية نيوجيرسي إلى مقر إقامته هناك وغادر بمفرده، لم يغادر معه طاقم البيت الأبيض أو الدائرة المقربة له من هوب هيكس، وبالتالي هذا يشير على إلى أن بالفعل كان هنالك دراية لدى البيت الأبيض. لكن الآن بطبيعة الحال لم يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، ولكن بالتأكيد سيتم الإفراج عن معلومات جديدة لربما يوم غد. لأننا الآن بدأنا الساعة 1 تقريبا صباحا لدينا هنا في واشنطن، وبالتالي ستكون هنالك المعلومات شحيحة إلى حد ما حول حالة الرئيس. ولكن بحسب البيان الذي صدر من طبيبه الخاص قبل قليل، هو يقول أن الرئيس ترامب يتمتع بحالة صحية جيدة، ولكن هنالك حالة من الإجهاد. هذا ما الذي يخشاه المختصون هنا في الولايات المتحدة، أن الرئيس ترامب خلال الساعات 48 ساعة هو قضى معظم وقته يتجول ما بين الولايات، هو من ولاية أوهايو مباشرة إلى ولاية مينيسوتا، هو لم يأخذ قسطا كبيرا أو قدرا كافيا من الراحة، وهذا وأيضا عمره هو يتجاوز 73 عاما، وبالتالي كل هذه الأشياء هي لربما تثير قلق لدى الأطباء ولدى المختصين عن حالة الرئيس ترامب على أقل تقدير في الوقت الراهن. وبانتظار أيضا المزيد من تكشف التفاصيل الزميل محمد الفهد مراسلنا من واشنطن. محمد كريم عفوا مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن تسود حالة من القلق في الداخل الأمريكي من مخاطر اتساع ظاهرة الميليشيات العنصرية، ولا سيما بعد عدم إدانة الرئيس ترامب لها خلال المناظرة الرئاسية الأولى. تقرير محمد كريم. منذ انتهاء المناظرة الرئاسية الأولى تصدر دور الميليشيات العنصرية المشهد السياسي لعدم إدانة ترامب لهذه الجماعات، وأبرزها منظمة براود بويز التي عبرت عن ابتهاجها بموقف ترامب الذي دعاها إلى الاستعداد والتأهب، فيما شن المرشح الديمقراطي جو بايدن هجوما قاسيا على ترامب محذرا من خطورة عدم إدانة هذه الجماعات. الرئيس ترامب يستنشق نزاعات الكراهية والانقسام ورفض إدانة عنصرية البيت الأبيض خلال المناظرة، وتبنت إحدى المجموعات المسلحة الشعار الذي رفعه الرئيس استعدوا وتأهبوا في إشارة منه للتحرك المسلح في حال خسر الانتخابات. تحت الضغوط والانتقادات التي تعرض لها ترامب حتى من أوساط في الحزب الجمهوري، حاول الرئيس تغطية موقفه بالتركيز على أن الجماعات اليسارية هي المشكلة الأساسية، وأنه يدعو الأجهزة الأمنية إلى تولي معالجة النزاعات والممارسات المتطرفة، ولكن لم يدنها بالاسم مباشرة. أدان الرئيس منظمات البيض العنصرية ومجموعات الكراهية، وأوضح الأسبوع الماضي أنه يؤيد مقاضاة منظمة كوكلاكس كلان كمجموعة إرهابية في أمريكا، وطالب بإنزال عقوبة الإعدام بالعنصريين البيض. يذكر أن الجماعات المسلحة التي يزيد عددها على 300 بحسب أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي تجد تعاطفا من بعض العناصر داخل الأجهزة الأمنية الأمريكية، كما يتمتع العديد من أفرادها بخبرة قتالية عسكرية من خلال خدمتهم في القوات المسلحة. يسود الولايات المتحدة قلق وخوف حقيقي من إمكانية حدوث اشتباكات مسلحة في ظل أجواء التشكيك في العملية الانتخابية وعدم حسم نتائجها بصورة سريعة. محمد كريم، واشنطن، الميادين. فصل قصير ونواصل بعده النشر. أهلا بكم من جديد. أكد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أن الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية في أربيل يثبت أن يد المقاومة تصل إلى أي نقطة يتمركز فيها الأمريكيون في العراق. وفي تصريحات إلى برنامج حتى القدس الذي يعاد بثه عند الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت القدس الشريف، شدد الحسيني على أن ما جرى في الفترة السابقة ورسالة أولية للقوات الأمريكية.
ما جرى في أربيل يوم أمس وما يجري في بغداد وفي مناطق أخرى حتى على مستوى الدعم اللوجستي الذي يتحرك في الشارع العراقي. نتحدث عن يعني إمكانات بالنسبة للمقاومة ورسائل واضحة أن يد المقاومة تصل إلى أي نقطة يمكن أن يتواجد فيها الأمريكان على الأرض العراقية، سواء كانت في كردستان في غرب العراق في وسطه أو حتى في مناطق أخرى. إن تخف الأمريكان بشركات أمنية سواء كانت هي تتبع للعراقيين أو لغير العراقيين، إن تخف الأمريكان خلف يعني أرتال تابعة للأجهزة الأمنية أو ما إلى ذلك، فإن المقاومة تشخص ذلك تماما وترى بعين يعني عين تحفظ العراقيين وعين تواجه الأمريكان. نعم. وبالتالي ما وجه الأمريكان من ضربات من قبل المقاومة العراقية خلال الفترة الماضية هي رسالة أولية للأمريكان لما سيجري عليهم في قادم الأيام. ولفت الحسيني إلى أن واشنطن تعلم أن قدرات المقاومة العراقية تضاعفت مئات المرات كما كانت أو عما كانت عليه في السابق. الأمريكان يعلمون تماما بأن قدرات المقاومة العراقية قد يعني تضاعفت مئات المرات، وأنا أعي ما أقول مئات المرات عما كانت عليه في أيام سابقة، ليس فقط استعدادا لمواجهة الولايات المتحدة بل استعدادا لمواجهة أي عدو ممكن أن يمس الأرض العراقية والسيادة العراقية. كذلك أكد الحسيني أنه يجب ألا يكون هناك وجود عسكري في السفارة الأمريكية في بغداد إذا كانت الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق. إذا كانت الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق عليها أن يكون هناك يعني تمثيل دبلوماسي متعارف عليه كباقي البلدان في داخل العراق، لا أن تكون هناك 5000 موظف إضافة إلى 7000 أو ما إلى ذلك، يعني يمكن أكثر أو أقل من هذا العدد هم حراس للسفارة، لا أن يكون هنالك سيرام وباتريوت موجود في داخل السفارة، عليها أن تكون سفارة كباقي الدول المتعارف عليه. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن للحكومة السورية وحدها الحق في استقبال المساعدة العسكرية سواء أتت من حزب الله أو من روسيا. وفي مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة شدد نيبينزيا على أنه لا يحق للدول التدخل في سوريا من دون موافقة حكومتها كما فعلت الولايات المتحدة. أكدت وزارة الخارجية السورية وقوفها ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع إسرائيل انطلاقا من إيمانها بأن هذه الاتفاقيات تضر بقضايا الأمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية. الخارجية السورية أكدت التزام دمشق بالصراع مع إسرائيل على أنه منهج مبدئي وثابت، وشددت كذلك على رفض التفريط بالحقوق وسباحة الأراضي تحت سياسة الأمر الواقع، وذكرت بأن الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل زادتها تعنتا وأدت إلى تقسيم العرب وتشرذمهم. والآن إلى العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا ودخولهما في حجر صحي. أرمينيا تستدعي سفيرها لدى تل أبيب على خلفية بيع أسلحة لأذربيجان، وماكرون يدعو الناتو إلى مواجهة تصرفات أنقرة في ناغورنو كاراباخ. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في سيباستيا وحركة فتح تصادق بالإجماع على التوافقات التي تمت مع حماس. يد المقاومة تصل إلى أي نقطة يمكن أن يتواجد فيها الأمريكان على الأرض العراقية سواء كانت في كردستان في غرب العراق في وسطه. المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق للميادين، قدرات المقاومة تضاعفت وما جرى للقوات الأمريكية في الفترة السابقة ورسالة أولية. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية للمتابعين باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.